بيتك يا مليونير ابو طريقه عمل المندي بالطريقه الغزيه الغزاويه الغزيه اسكت طريقه العمل بالنار هل يتلزم جيب الجزات مثل فحم طيب لسه هيك طريقه توليع النار هيك طريقه توليع النار طب صدق بدك تسجل فيها ما بدي اياه يتسجل عشان يطلع اليوتيوب مالك ابو الفراغ طيب يعني ايه شو شو هاي شال الخشب طلعت الطريقه هيتها بالضبط اليكم الاخ طريقه تخزين الحطب تخزين الحطب لتوليحها في المندي ايوه اسال هيك 100% بالله وجهك لفوق عشان يعرفوك طريق تخزين الحطب والاخ عون اللية بيشتغل الاخ ابو لالو والله كنت سخت اللي انت هاي اجا التيس شوف كيف التيس بعض الاحيان بتجيب ايوه 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 ماشي 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 مش فاضيين خليك بحالك ماشي ايوه شوف كيف وقفه ها طريقة التقزيم يا شباب ها تعودوا الجيش حيجي بعد التقزيم ان شاء الله حيجي الاخ عوني لي بده يقول طريقة الأكل أبو البراء بيسأل عنها على اليوتيوب بتشوف حالك أبو البراء إن شاء الله بتورجي المرأة والأولاد وتقولهم كيف إحنا بقينا نقزم بالنسبة لأبو عاطف قاعد مولع النار 5 مرات شال الحطب وعطى أبو عاطف بالنسبة للحمار اللي بيحكي هاي بدي أورجيكم الله يرد بيّن على اليوتيوب